لو الحكاية فيها إن فيدي في بدايتك مين الأشخاص اللي اتقارنت بيهم؟ مين المطورين اللي اتقارنت بيهم؟ الناس اتعودت في مصر والعالم العربي إن أي حد يقدم كلمة وراها معنى ما هيش كلام مرصوص زي ما بيقولوا بيخش في الكاتيجوري بتاع الفنان الكبير الكينج محمد منير. لكن بعد كده بان الاختلاف. اتقارنت بالفنان علاء عبد الخالق في خامة صوتي لكن بعد كده برضو بان الاختلاف. كنت حابب المقارنة دي ولا يعني طبعا ده شرف ان انا اتقارن بناس عمالقة زي دول. لكن المقارنة ظالمة شوية لان ده يعني ممكن يكون في تشابه او تلامس في بعض النقط بس الموضوع مش تقليد او مش ملوش علاقة بيه في الواقع يعني. اخر اغاني كانت مين المغنيه؟ اغنية جسر عودتكم. احكي لي عنها. اغنية جسر عودتكم بالذات. اوكي اغنية جسر عودتكم اغنية ال متاخد كلامها من الشاعر الفلسطيني الراحل توفيق زياد وانطونيوس ركب عليه كلام بلهجة لهجة نقدر نقول ملمسة مع كل الوطن العربي عشان كده لقت قبول عند الناس الخارج القطر المصري اكتر بالذات الفلسطينيين وعملت فيديو كليب وتم اهدائه للشهيدة لينا النابلسي الله يرحمها للي ما يعرفهاش الشهيدة لينا النابلسي بنوتة حلوة قتلها جنود الاحتلال بدون وجه حق طبعا سنة 76 وهي خارجة من المدرسة ليه اختيارك لمينا؟ ايقونة جميلة بس يعني مش اختياري مبني على سبب معين مش مسألة سبب معين هي ايقونة جميلة وفي برضو حاجات تانية انطونيوس كشاعر وملحن هو بيعشق التراث بوجه عام وبيعشق التراث الفلسطيني بوجه خاص جدا احنا كان لينا تجربة اسمها رصيف روحي في ألبوم مطر عطشان كان لسه في البدايات قوي كان يعني في لحن سب العيونه كان متاخد اللحن ده ومكتوب عليه كلام وان شاء الله في عمل كده قريب يعني ليه برضو علاقة بالتراث الفلسطيني فكل تفصيلة عن فلسطين أنطونيوس بيحبها جدا هو حببني فيها بشكل قوي قوي ايه نقطة التحول اللي ممكن نقولها في مسيرتك نفسها هل الثورة عملت نقلة؟ لا مفيش نقطة تحول هو في مرحلة تحول كبيرة أهمها النقطة اللي فيها الاستمرار إن الواحد كل ما بيستمر يعني الأول أنا عملت ألبوم مطر عطشان كان فيه عيوب فنية بكل صراحة بعترف وأنا خبرتي كواحد طالع من كلية طب خبرة غير فنية بالمرة بس الواحد كان حاسس إنه بيعمل حاجة بيحبها فجمعت ردود أفعال الناس شفت أنا محتاج أطور إيه وابعد عن ايه واصلح ايه التجربة اللي بعدها اخر نقطة شمس كان اكثر نضوجا الثورة عملت فيها اغنية كمين ده كان استمرار للمشروع مش نقطة تحول بس لقيت قبول عند الناس في الوقت ده البوم مترو هو كان بداية يعني نقدر نقول الشهرة النسبية يعني اللي حصلت بالذات الكليب اللي نزل مع الالبوم الكليب كان كليب مترو اتعمل بطريقة الانيميشن كرتون 3D ثلاثي الابعاد وكان يعتبر فكره متميزه في الوقت ده بس كل ما الواحد بيستمر في الحاجه اللي بيحبها حتى لو ما فيش مردود قوي سواء مردود معنوي او مادي كل ما بيستمر بيزداد خبره النقاد الموسيقى دايما بيعترضوا على النقاد يعني الدارسين الموسيقى كتير بيعترضوا على الاشخاص اللي هم ما بيكونوش دارسين اصلا موسيقى ويدخلوا المجال في حقيقه طيب هل انت موافق على النقد ده مش موافق عليه قوي الفن كلامهم صحيح فعلا ان الساحه الفنيه خربت بعد ما ناس كتير ما اصلا مش دارسين يعني الساحه الفنيه بعض برضه وصفهم ب يعني بوصف مش كويس كمطربين وكفرق مستقله بشحاتين وناس ما بتعرفش موسيقى وناس بتالف والكلام ده كله مفيش مشكله احنا لو حطينا معيار للفن تكنيكال هنلاقي في ناس كتيره خارج المعيار بس في ناس يعني قصده تكون خارج المعيار ده يعني انا خارج عن شكل الاغنيه التقليدي اللي تعودنا نسمعه في السوق شكل الاغنيه بغض النظر عن كلامها الاغنيه متعود يبقى فيه مذهب وكوبليه وسينيو لا في اغاني ليا خارجه عن المالوف ده خالص مش طبيعي ان حد مش الدارج ان احنا نمزج فصحى بعاميه بس يعني ده حصل
الفن ملوش قوالب من وجهة نظري. وجهة نظري ان الناس تقدم اللي هي عايزاه، اللي عايز يعمل حاجة يعملها، الجمهور، وده كلامي للجمهور، انت مش مطالب انك تسمع او مطالب انك ما تسمعش، انت تسمع كل حاجة وتختار اللي انت عايزه. الدنيا بقت متواجدة دلوقتي على الانترنت وفي كل حتة، اسمع كل حاجة واختار. يعني موافق مثلا على ظهور فرق المهرجانات الشعبيه انا موافق على اي حاجه، بس الحاجه الحقيقيه هي اللي هتستمر، الحاجه اللي مش حقيقيه هتاخد وقتها وتختفي. بس انا هل اثر فيك فكره التهم المغنيين بالشكل ده وفساد الذوق العام وانهم اصل فكره الذوق، فكره الذوق برضو فكره سبجكتيف او فكره تعود على كل واحد. يعني انا ممكن اسمع اغنيه ما احبهاش، انت تسمع نفس الاغنيه تحبها. يعني ام كلثوم كوكب الشرق، في ناس بتحبها جدا، في ناس بتحبها نص نص، في ناس بتحب اغاني واغاني، في ناس ما بتحبهاش. ده ما ياثرش على قيمتها خالص. فكره الصدام مثلا على الفاضي، مثلا يقول لك انا مش عارف اشتري سياره ايه، مش عارف ايه بعمل ايه، كلام من ده. اوكي، هذا الفاضي نفسها يعني احنا مش متعودين عليها في الاغاني. ما هو انا قلت في ناس بتحاول تعمل اللي الناس عايزاه في الاغنيه، في ناس بتحاول تقدم اللي الناس محتاجاه في الأغنية حتى لو الناس اعترضت في الأول. يعني انت شايف ان هي أغنية انت شايف ان هي أغنية أصلا؟ من وجهة نظري هي حاجة هتاخد وقتها وهتختفي، بس انا ما اقدرش افرض وجهة نظري على اي حد. اللي بيحب يسمع اي حاجة يسمعها. طب ايه الوقت اللي ممكن المطرب يلجأ، يعني مطرب مستقل يلجأ لهذا اليوم؟ يعني مثلا بعض الفرق المستقلة وانتشر جدا ايام الثوره، تمام، وكان ليها اهداف مستقله وكانت ليها مسار، تمام، بدات ان هي تنحرف عن المسار ده دلوقتي وتقدم نوع من الهزليه الى حد ما، تمام. تمام، ايه الوقت اللي ممكن فيه المطرب يتخلى عن مبادئه ويتجه للهزليه؟ هل هو ضعف مادي عايز لا، هو يعني حسب كل شخص عايز ايه. يعني هو عايز مثلا يوسع القاعده الجماهيريه فبيسير الحاجه اللي واكله، يعني يقولوا واكله مع الناس، او الحاجه اللي هي واخده قاعده جماهيريه، هو حر. بس بمجرد الافيه ده ما ينتهي خلاص. انا بس فكره الهزليه، لا، هو في حاجه بتسمى البارودي او السخريه، دي حاجه يعني ان احنا نسخر من الواقع بتاعنا بطريقه معينه. دي حاجه انا اوريدي عملتها في مترو وفي تعويذه ولسه في حاجات قدام. الهزليه بالمعنى السخريه، السخرية من الواقع. لا، انا فاهم قصدك، بس انا قصدي ان السخرية من الواقع هي نوع من الهزلية بدون التنازل عن المبادئ من وجهة نظري. ازاي الثورة عملت نقلة برضو في الاندرجراوند، يعني في الغنى المستقل لنفسه؟ طيب، الثورة مميزات الثورة فينا كناس او كشعب تأثيرها بيبان واحدة واحدة، مش دلوقتي. الناس اللي عملت اغاني للثوره هي استغلت الموقف، سواء قدموا فن جيد او فن مش جيد. انا يعني مش بتتهم حد بحاجه، بس مش هو ده التغير الفني المنتظر. التغير الفني ده بطيء وهياخد وقت. طب مين الفرق اللي نقدر نقول ان هي نجحت وطلعت بصوره؟ انت شايف ان هي نجحت خلال الفتره بتاعت الثوره؟ انا احساسي ان في فرق كتيره كانت اوريدي ليها شغل قبل الثوره وكملت. لا، انا امتنع ان اقول اسماء، الحقيقه الناس عارفه كل حاجه، وعشان ما اقودش اللي بيسمعنا دلوقتي لوجهه نظر معينه. بس في ناس، لا يعني الناس اللي طلعت في وقت الثوره بس انا حاسس انها اختفت، انما في ناس كانت تعبانه من قبل الثوره بتغني بقالها سنين، فالثوره ادتهم فرصه اكبر لاكتساب جماهير اكتر، بس هم اوريدي يعني ليهم مشروع خاص من زمان. يعني اللي استغل الثورة علشان يعمل شو؟ الحاجة الحقيقية، الحاجة الحقيقية حتى لو اتحاربت في وقتها هتستمر. الحاجة اللي مش حقيقية ممكن تطلع طلعة كده وتنزل بعد كده. الحاجة الحقيقية بتوصل وبتستمر حتى لو بعد 100 سنة. والدليل لينا النابلسي، أنا غنت لها بعد أكتر من 40 سنة تقريبا من استشهادها. 48 سنة. غنت لها بعد فترة كبيرة قوي، لكنها لسه عايشة، هتفضل عايشة على طول. حاجة الحقيقية بتعيش. الجندي الإسرائيلي اللي قتلها ده مين فاكره؟ ولا أي حاجة. عايش ميت، راح جه،
ولا بتنجان. طب هل ده ذكاء؟ ممكن نصنف ان ده ذكاء للمطرب ان هو يستغل موقف معين علشان يبني عليه شهرة؟ حسب هو عايز ايه. انا مش عايز شهرة، او مش عايز شهرة بالمعنى المفهوم، مش عايز حاجة تفرقع وتنام بعد شوية، لا انا عايز حاجة صادقة. انا كجوني، انا ما اتكلمش عن غيري. هو شايف ان ده ذكاء، انا شايف اللي بعمله ده ذكاء. حتى لو اللي بيسمعوني دلوقتي 2 3 بكره هيبقوا 4 5 بعد كده هيبقوا 10 كده، هيعرفوا 10 غيرهم وهكذا. مش منتظر اي رد فعل مادي او معنوي سريع. تمام. الحان الفن المستقل اوقات كتير بيتقال ان هي مسروقه او مقتبسه من اغاني الريف الامريكي. اغاني الريف الامريكي؟ لا الريف الامريكي ده الكانتري ميوزك، اللي هي الموسيقى الفولكلوريه في امريكا. بس لا، هي ممكن في ارتام او ايقاعات تكون، يعني احنا بناخد اللون الموسيقي ده ونشتغل عليه. بس الحان مسروقه دي انا ما اعرفهاش. اللون نفسه، ان كل اللون مقتبس. هو الكلام ده موجه للفن المستقل ولا موجه ليا؟ الفن المستقل انا بكلمك. بس انا هتكلم عن تجربتي الشخصيه. يعني انا في خناقة رومانسية، المطلع بتاع الاغنية او الانترو بتاع الاغنية كان عبارة عن جزء من اوبريت العشرة الطيبة، تأليف بديع خيري وتلحين سيد درويش. الكلام ده من اكتر من 50 سنة. انطونيوس خده، عالجه بطريقة معينة بس بنفس الكلام واللحن، وركبناه في الاغنية بتاعت خناقة رومانسية، وعمل عليه حوار. فهو ده مش اقتباس، او ده مش سرقه، ده تاثر بحاجه. طبعا احنا ذاكرين ان ده جزء بتاع سيد درويش وبديع خيري، ما نسبناهوش لنفسنا، وخدناه عملنا بيه حاله مختلفه. ده نوع من التاثر. اغنيه نشيد العزله او بالانجلش انسم اوف سوليتيود، هي فيها جزء من شاعر امريكي اسمه ادجار الان بو في القرن ال18، وفيها جزء بالفصحى لعنتره بن شداد، معلقه عنتره، جزء بالعاميه كاتبه انطونيوس نبيل، جمعت كلها في حالة واحدة اسمها نشيد العزلة. ده مش سرقة، لكن ده تطويع حالة. لو تاخد كلمات أغاني أو كلمات قصايد، يعني تستأذن الورثة في إنك تاخد حاجة زي كده ولا؟ لا طبعا، الحاجات اللي أنا غنيتها تعتبر ملهاش ورثة، لأن حسب القانون المصري سقطت الملكية الفكرية. مع طبعا، يعني طبعا محتفظ بفكرة إن أنا أنسب العمل لصاحبه، لكن سيد درويش او احمد شوقي او بديع خيري طبعا، او المتنبي، او ادجار الان بو، او عنتره بن شداد، كل ده حتى الالحان التراثيه اللي انا مستخدمها في لمستك في الضلمه نور، او اللحن الفلسطيني بتاع سب العيون، كل ده عدى عليه اكتر من 50 سنة. فبقى من حق اي حد ان هو يستغله او ياخده زي ما هو، مع ذكر، مع احترام فكرة ان ده لحن ينسب للتراث، ده كلام ينسب للشاعر الفلاني بس. طب واللي يعني بياخدوا العمل بدون ما ينسبوا الكلام؟ لا طبعا، ده شيء مش صح، شيء شايفه غلط جدا يعني. تمام. فكرة ده، انت مش شايف ان بتعملوا ده عادة تنتقل لحاجة قديمة تاني؟ امال فين بقى حاجة حتتك انت، ميزك انت عن غيرك؟ يعني انت بتعيد انتاج حاجات تانية؟ لا انا لا انا ذكرت بعض الامثله بس مش، يعني واضح انك ما سمعتش شغلي. يعني مترو ما هياش تعويذه على خيوط الامل اضرب صحوبيه من يوم ما غبتي، كل ده حاجات خاصه بيا، مش ما فيهاش اقتباس لو جاز التعبير. يعني هو قصده الحاجات اللي انت قصدي يعني قصد الحاجات اللي هي المعينه اللي احنا قلنا عليها دلوقتي. لا بالنسبه للحاجات القديمه انا ما خدتش عملت ليها اي حاجه، يعني انا ما غيرتهاش. انا طوعتها في حاله مختلفه. يعني خناقه رومانسيه، الجزء المونولوج بتاع بديع خيري وسيد درويش اتركب عليه حوار ما بين واحد وحبيبته بعد كده، فبقت حاله موسيقيه مختلفه، ويعني حاله فنيه كده يعني مستقله بذاتها، ما هياش اعاده. عملتها بطريقتها جدا يعني. بالظبط، يعني ما حدش، يعني كل الناس اللي بتغني سيد درويش هي بتجيب سيد درويش تغنيه هو بس بايقاعات موسيقيه مختلفه. مش ده اللي انا عملته خالص، انا عملت حاله مختلفه تماما. تمام. بس بعيدا عن الكلام ده كله، انت دلوقتي ما رضيتش يعتبر ان انت تتصنف كمطرب اندر جراوند، تمام؟
السبب ده. طب نرجع نتكلم الاول على تجربه الاندر جراوند في مصر. تجربه مبشره وحلوه بس عايزه دعم جامد قوي. مبشره وحلوه لان انا مستمع دلوقتي، يعني حرام ان انا افضل اسمع في الاغاني اللي في مصر نفس الكلام نفس الايقاعات نفس محتاج حاجه مختلفه بره الصندوق شويه. تجربه الاندر جراوند تجربه حلوه، الخروج عن التقليد اللي تعودنا نسمعه فتره كبيره حاجه كويسه، بس هي عايزه تبقى اكثر دقه اكثر احترافيه، يهتم بها اعلاميا اكتر. الدعم يبقى من مين؟ يعني من وزاره الثقافه؟ من ما اعرفش فعلا، مش عارف الثقافيه. لا انا فعلا مش عارف، ما اعرفش الدعم يبقى من مين. طب انت بتقول ان احنا خرجنا بره الصندوق، رحنا للاندر جراوند، تمام؟ عالم الاندر جراوند نفسه يعتبر ان هو كمان صندوق للاسف، هو تحول لصندوق، تشابه الالحان تشابه الكلمات للاسف، هو تحول لصندوق برضه. عشان كده الموضوع عايز لسه شغل كتير. تجربه الاندر جراوند في مصر تجربه حلوه بس عايزه شغل كتير قوي. اكيد كل مطرب برضه بيبقى ليه مطرب معين بيسمعه، فرقه معينه بيسمعها. انت مين اللي بتحبه؟ انا بسمع كل حاجه، بس في حد مفضل اكيد بالنسبه لك؟ لا بجد مفيش حد مفضل. انا ليا مطرب اجنبي، دارين هايتس، هو ده اللي انا بحبه قوي وشايفه تجربه متميزه غربيه. لا بس انا بسمع كل حاجه. تمام. طب بره الاندر جراوند اكيد في مطرب معين انت بتحبه وبتسمعه؟ لا برضه بسمع كل حاجه فعلا، انا مش بقول اجابه دبلوماسيه، هو ده الواقع، انا بسمع كل حاجه، بسمعها بوجهه نظر مستمع وبوجهه نظر حد بيشوف الاخر بيقدم ايه، ايه اللي قدمه جديد، ايه اللي قدمه قديم، ايه اللي غيره. اغاني شعبيه ومهرجانات؟ مش غاويها قوي لكن بتعرض لها برضه، بسمعها ما عنديش اي مشكله. بتتعرض لها ولا بتسمعها؟ يعني الاثنين. في وقت مثلا تبقى رايق تشغل حاجه بتسمعها صح؟ شعبي؟ لا بقول كده، ما ده قصدي يعني. لا بتقول لي انا بشغلها وبسمعها. بص بتابع الجديد بس مش متعمق، يعني انا ممكن اقعد ساعتين اسمع فيروز اغاني، اسمع 20 اغنيه، انما لو حاجه شعبي بسمعها اغنيه، يعني بشوف بس ايه اللي بيتقدم، ايه الحاجه، بس مش بس ده برضو ده رايي الشخصي. في ناس بينتقدوا المهرجانات دي والناس دي بشكل عنيف جدا، فاهم؟ بيقولوا ان هم ما بيقدموش فن، ان هم ناس بيشربوا حاجات يعني مثلا مغيبه يطلعوا يغنوا والكلام ده كله. بص هو المهرجانات دي مش بتقدم صوت الفنان الحقيقي، تمام؟ دي نقطه. ثانيا الموسيقى بتاعتها متشابهه، في يعني بتتكلم مع موزع موسيقي من اللي انا بشتغل معاهم، حتى يقول لك لا هم عندهم رتم معين بطريقه معينه بيقدموه بدون اي ابداع. وجهه نظر، بيعتمدوا بس على حاجات في هندسه الصوت، يخلوا البيز فظيع قوي بس ده من وجهه نظرهم يخلو من الابداع. مظبوط ان هو يخلو من الابداع، بس انت مع فكره ان هو بيعمل كده لما بيبقى شارب والكلام ده كله؟ معرفش السلوكيات نفسها يعني. انا معرفش مش في حد منهم خالص. حد منهم مين؟ من كفرقه من الفرق اللي هي منتشره ده زي المهرجانات، حصل صدفه تعبت لك حد؟ لا ما صادفنيش. طب رغم ذلك ان هم رغم الهجوم ده الا ان هم منتشرين في السينما دلوقتي عن الفرق الاندر جراوند، يعني مفيش وجود لفرق الاندر جراوند. اي فيلم سينمائي دلوقتي مثلا افلام العيد اللي هتيجي علينا الكلام ده كله، لو بصينا بنظره ضيقه نقول الحرام والسينما انهارت بس انا عشان نظرتي واسعه شويه، انا عارف ان الحاجات دي هتاخد وقتها، الحاجه اللي مش حقيقيه هتاخد وقتها وهتروح، الحاجه الحقيقيه هتكمل. انا قصدي سبب اشتراكهم عملنا الحاجات ديت ان هي تنهار، هتكون يعني اجيال اتدمرت واجيال مثلا. لا مفيش اجيال هتتدمر، اصل لو كانت اجيال هتتدمر ما كانتش حصلت ثوره، ما اعتقدش. انت معايا ان هو اجيال تتدمر من حيث السمع، ان هو يطلع خلاص هو اتعود ان هو يطلع يسمع الحاجه دي مش بيسمع مثلا. انت هقول لك على حاجه، انا ليا موشح اسمه سيف متخضبة بالسنه، الموشح ده انا غنيته، ده كلماته الحان انطونيوس نبيل، ده بالعربيه الفصحى، كلام غريب جدا، كلام فصحى. لما نزلت الاغنيه على الساوند كلاود لقيت قبول مش بطال من الناس، رغم اني كنت متخيل ان الاغنيه دي محدش هيسمعها، يعني ازاي الشعب اللي بيسمع مهرجانات وكلام مش هيسمع دي. ليا اغنيه تانية اسمها ما مس قلبي الا حبك، الاغنيه دي
مزيج من كلمات شاعر جاهلي اسمه المنخل اليشكوري وأنطونيوس ركب عليها بعض الحاجات بعض الكلام من عنده. الحالة دي سمعت مع الناس بطريقة ملفتة. دي مش ناس ما فيهاش أمل، اللي بيدور على الحاجة الحقيقية ويسمعها ده حد فيه أمل. مش هبص للجانب ان هم بيسمعوا مهرجانات، لا هبص ان هم لما تقدمت لهم حاجة حقيقية لا عجبتهم وناس شيرتها وناس حفظتها في أمل.